بألف دولار فقط يمكنكم الآن حج جزيرة كاملة. نعم، كما سمعتم، فهذه الجزيرة تقع في إندونيسيا واسمها جزيرة بينانغ الإندونيسية. تبلغ مساحتها 50 هكتاراً أو تقريباً ما يعادل 70 ملعب كرة قدم. كل ذلك سيكون ملكاً لك مقابل 999 دولاراً في الليلة ول8 أشخاص. القصة ليست هنا، بل في كيفية الوصول للجزيرة. فعليك الاستعداد لرحلة طويلة تتضمن السفر إلى سنغافورة أو كوالالمبور، ثم إلى مدينة تقع بشمال سومطرة في إندونيسيا، وبعد ذلك رحلة قصيرة في طائرة داخلية ثم في قارب لتصل للجزيرة. لذلك ينصح دائماً الإقامة لمدة أسبوع على الأقل في الجزيرة بسبب السفر الطويل، وهناك ستجد تقريباً كل شيء جاهزاً لك. فالسعر يشمل جميع الوجبات والتنظيف اليومي واستقبال الأقمار الصناعية ستارلينك وشبكة واي فاي 4G، بالإضافة إلى أنشطة مثل الغطس وصيد الأسماك والتجديف وركوب الأمواج. اكتشف هذه الجزيرة ريتشارد كيفيتش وثلاثة من أصدقائه من جمهورية التشيك، وحلموا ببناء منتجع صديق للبيئة فيها، وقد وقعوا عقد إيجار لمدة 50 عاماً مع عائلتين تمتلكان الجزيرة، وبنوا بعد ذلك أكواخاً للضيوف من مواد محلية، وركبوا ألواح شمسية، وجعلوها منتجعاً بات يجذب مجموعات الأصدقاء الباحثين عن مكان ساحر وبعيد عن العالم. ما رأيكم؟ هل تستحق الجزيرة مشقة السفر؟